لازلنا في كورس الـ Windows 4 Desktop Application، وده الملف 59 في الـ Windows Form بس، مش في الـ في السي شارب Windows Form، لكن احنا عاملين ملفات كتير، عاملين 70 ملف في السي شارب Fundamental و40 ملف في الـ Object Oriented Programming، يعني دول 110 ملف، ونضيف لهم الـ 60 ملف دول يعني 170 ملف في السي شارب بس، 170 ملف فيديو في السي شارب. الملف احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن المنيو ستريب، منيو ستريب اتكلمنا عنه ببساطة وعملنا منيو. النهاردة هنكمل المالتي دوكيمنت، اللي زي مثلا ما بيبقى عندي دوكيمنت بفتح جواه كذا دوكيمنت، هنشوف يعني ايه مالتي دوكيمنت. لو انا ادي المثال البسيط اللي احنا هنتكلم ده مالتي دوكيمنت، لما ادوس على ستيودنت يفتح لي فورم خاصة بالستيودنت، كورس هيفتح لي واحدة تاني خاصة بالكورس، ما تخرجش عن الفورم الأصلية دي. لو الانرول مثلا برضك نفس الكلام، ودي سيتنج بسيطة ان انا ازاي اعمل المالتي دوكيمنت، بستفيد منه في ايه؟ عندي داتابيس فيها كورس وفيها كذا، اي حاجة بقى حسب الديزاين انترفيس بتاعي. دي ادوات كلها احنا بنعرف. كمان ضفنا، هنضيف المثال ده، دي المنيو على فكرة، دي منيو اللي هي الكومبو، دي الكومبو بوكس هنا برضك نفس الطريقة، ما عملناهاش المرة اللي فاتت، ضفنا كومبو بوكس زي اللي بيبقى فيها الفونتات، ضفناها فين؟ في المنيو ستريب. فممكن برضك ادوس على الستيودنت يطلع لي الستيودنت، ادوس على الكورس يطلع لي الكورس، ادوس على الانرول يطلع لي الانرول كده. يعني هنعرف ده اتعمل ازاي دلوقتي. تعال معايا على السي شارب ونشوف القصه اتعملت ازاي. هي بس في حته دقيقه في الاول، تعال نعمل الكلام ده فروم سكراتش، همسح كل الكلام ده ونعمله من اول وجديد. نيو بروجكت، انا طبعا قصدي نعمله من الاول لسبب، يعني ادي الفورم بتاعتي اهي، هنشتغل بسرعه. طبعا اول حاجه هعملها ان انا اغير اسم الفورم دي، عايز اغير اسمها، ممكن طبعا ما اغيرش اسمها ولا اي شيء يعني، بس اول حاجه لازم اعملها قبل اي شيء ان انا هاجي ادور على خاصيه من خصائص الفورم دي قبل ما احط عليها اي حاجه، قبل ما احط عليها اي حاجه. هي نقطه مهمه جدا، لو حطيت عليها اي حاجه هتبقى مشكله، اللي هي از ميد كونتينر، از ام دي يعني كونتينر، اخليها ترو. مجرد ما اخليها ترو هتاخد الشكل ده خلاص على كده. طبعا انا في تكست على الفورم، مش هغير بقى تكستات ولا يعني اي تكست ولا اي اسم ولا اي حاجه خالص دلوقتي. وهضيف الفورم التانيين، انرول، هضيف اد ويندوز فورم، هضيف واحده اسمها اس تي عشان ما اغيرش الكود يعني، اس تي يو، وهضيف فورم تانيه اد فورم هسميها كورس، وهضيف فورم تالتة اسميها انرول. ادي الانرول، ضفت الفور التلاتة فورم دول، ما بس مفيش اي حاجة موجودة. اجي للفورم الاصلية دي وهضيف عليها ستريب مينيو، ستريب مينيو او مينيو ستريب، اي حاجة مينيو ستريب اهي، اضافت المينيو دي. عايز اضيف عليها ال طبعا مش هعمل زي المره اللي فاتت ولا اي حاجه، انا هكتب هنا على طول student، وهكتب في المكان اللي جنبيها ده course، وهكتب في الثالثه دي enroll، وهاجي في ال وهاجي هنا اضيف، اجي هنا بس اقف كده، واجي هنا اضيف اضيف كومبو بوكس. وكومبو بوكس ده لو وقفت عليه تظهر لي، دي ما خدناهاش في الدرس اللي فات، هيظهر لي التكست بتاعه، التكست بتاعه سميه سنتر، سنتر. طبعا انا لما بكتب كابيتال وسمول بكتب كله كده عشان نخلص يعني. والانرول دي بس اصلحها عشان اتكتبت انرول، بس كده كفايه. وايه اللي تانيه؟ بس انرول. يبقى انا كده قدرت ان انا اعمل ال اعمل كده. السنتر دي بقى عايز اضيف لها ايتمز،
انا هدوس كده اما وقفت عليها هي نفسها الكومبو بوكس دي هلاقي فيه كوليكشن هنا. الكوليكشن ده انا مجهز كده ملف صغير بره فيه التلات اسماء عشان ما اكتبهمش، ستيودنت وكورس انرول، اعمل لهم كوبي يعني واعمل لهم بيست هنا وخلاص، بحيث ان انا لما اعمل ران يبقى انا عندي هنا دي ظاهرة كده وعندي الانرول وعندي، بس مفيش حاجة شغالة خالص يعني. عايزين نشغلهم بقى ونشوف القصة دي ايه. طب انا عندي ال اول برمجة اللي بتبدأ هدبل كليك على الستيودنت دي وهكتب الكلمتين بدل ما نقعد نكتب، بس هكتب اللي هما كانوا مكتوبين في اللي فات الخاصين بالستيودنت اهم. هما اللي هيقرروا تحت كل بوتون مع تغيير اسم الفورم. دي فورم انا مسمي الفورم دي ستيودنت اف 1 يو كذا، وبقول له زيس ميد ام دي اي بيرنت زيس، يعني مين الوالد بتاع الفورم الاف 1 دي، البيرنت بتاعها هو المين فورم اللي هي فورم 1 يعني. والفورم دي عملت كرييت برمجيان للفورم لنوع من فوق لفورم من نوع الستودنت، وبعد كده هعمل لها شو. تعال نجرب اللي حصل ده. حصل ده لما اعمل كده هلاقي دي ظهرت بالمنظر ده. هكرر الكلام ده للدي ودي بسرعه يعني. هاجي كده على فورم 1 وادوس كده اهو على الكورس واجيب الكود، هو نفس الكود ده بس هغير الايه، هو نفس الكلام يعني مفيش جديد يعني. اهو كورس اف 2 وشو اف 2 خلصنا على كده، بس عشان ما نقعدش نكتب على الفاضي ونضيع وقت الفيديو على الفاضي كده وتقعد انت بقى تتفرج وقت كبير. المهم يعني نفس الكلام، عملنا كرييت اوبجكت من الكلاس اللي اسمه كورس، وبعد كده اف 2 دوت ام دي اي بيرنت اللي بقول له زيس اللي هو مين البيرنت بتاع اف 2 ده، هو الفورم الاساسيه يعني. واف 2 شو نفس الكلام هكرره على الانرول اللي هو التسجيل يعني، اللي هو داتا ملف التسجيل. نفس الكلام هجيب الملف بتاع التسجيل ده اللي هو انرول، بس ممكن اتاكد بس الاسماء هنا كانت مختلفه عن الاسماء هناك يعني. بعد اوقات كنت بكتب حرف زياده او حرف ناقص، فلو ما فهمش اشوف الاسم الاصلي ايه. انرول ما فهمش يعني، فانرول انا حاطط فيها ال هين يعني، فهزود ال ال دي فخلاص فهم كده، وازود ال ال دي واشغل نفس الكود مفيش اي تغيير. ستيودنت كورس. هتيجي بقى المشكلة اللي عندي فعلا اللي هي انا فكرت فيها ودورت عليها يمكن في حتت كتير. اول مرة جيت عرفت الموضوع ده ازاي اخش اكسس الايتمز دي نفسها اللي جوه دي. ففي حاجة اسمها سيلكتد ايتم تشينج في الايفنت بتاع ده. انا هنا الايفنت بدوس عليها واضحة، لكن انا عندي دي ممكن يبقى جواها 100 ايتمز. عايز مين اللي ايه القصه، مين اللي تسلكت يعني. فهاجي هنا عندي في ايفنت هنا اسمه سيلكتد اندكس اتشينجد، ادبل كليك عليه. يبقى هنا بقى لو حصل ان سيلكتد اندكس اتشينجد بتاعها بتاع الكومبو بوكس دي، هكتب بقى الكود ده اللي هو زي بتاع الكومبو بوكس اللي فات بالظبط. ايه الكود ده اهو، التول ستريب ستريب كومبو بوكس نفس الفكرة اهو. تعال نشوف قصته ايه، هاخده كده ونشرحه مع بعض لحد دي اللي هما if else يعني. طبعا نقدر نغير الكود يعني، نقدر نغير البرمجة يعني، لكن انا هنا حطيته تحت التشينج ده. تعال نشوف حتة حتة بردك st يعني بقول له ايه بقى. هو طبعا بقول له تول ستيرب جبتها من هنا، الايفنت اسمه تول ستيرب كومب بوكس، فقلت له اف تول ستيرب كومب بوكس دوت سيلكتد ايتم تو سترينج اللي انا مختاره بيساوي ستودنت. ما انا عامل ستودنت كاتب في الكتابات ستودنت وكاتب كورس وكاتب انرول، كاتب اي حاجه بقى انرول دي هزود بس. انا هنا اللي هي اف الس اف يعني السؤالين بس، الاسئله اللي انا سالتها في اتنين كونديشن والتالتة هتبقى انرول. طبعا احنا مش هنشرح تفاصيل الحاجات البسيطة دي، طبعا المفروض انت تبقى اللي هيخش هنا لازم يكون فاهم الاساسيات يعني. student فانا اول حالة اذا كان هي دي الحتة المهمة عندي ان انا اوصل للايفنت اللي بيقوم بده،
ازاي اوصل له، وفي نفس الوقت هكتب جواه ايه، نفس الاكواد الثلاثه اللي كانوا مكتوبين تحت المنيو ايتمز اللي هي ستودنت وكورس وانرول، هم نفسهم هيكتبوا. انا بس كنت في البدايه عامل مسج بوكس تظهر قبل ما اكتب الحاجات دي، وعملت لها هيلب يعني، عملت لها كومنت بحيث ان هي تختفي يعني. نفس الاوامر اذا كان السيلكتد ايتم دوت سترينج بيساوي ستودنت، يلا اكتب لي، اكتب بقى اللي انا عايز يظهر لي دول. اذا كان السيلكتد كذا، اذا كان كورس يلا اشغل اظهر لي الفورم بتاعه الكورس. اذا كان كذا ما كانش ده ولا ده، يبقى انرول، يبقى يلا اعمل الانرول دي واظهر لي الانرول. تعال نشغل كده ونشوف القصه ايه. يبقى انا ستودنت ده شغال، وكورس ده شغال، وانرول ده شغال. ودي بقى ان انا طبعا ميزه دي ان انا طبعا انا هنا في المينيوز كل واحده تحتها الكليك بتاعها عادي جدا، ما هي دي زي دي يعني. بس احنا عايزين نشوف الايتمز دي، ستودنت اهو، كورس اهو، انرول اهو. بكده يبقى احنا خدنا المالتي دوكيمنت انترفيس، ان انا يبقى عندي 1 فورم جواها كذا حاجه، جواها كذا فورم كده بالمنظر ده، كلهم بس ما يخرجوش من جواها يعني خلاص. وده ينفعني كتير جدا في شغل الداتابيز او غير الداتابيز، في برامج كتير كده في الجرافيكس وحاجات زي كده. لو عندك اي سؤال اكتبه تحت الفيديو. شكرا، سلام.